أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يستدل بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حلاوة الإيمان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، قالوا: الأفضل للمكره أن لا ينطق بكلمة الكفر وأن يأخذ بالعزيمة، فهل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح. الله جل وعلا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه على اللفظ فقط مع اطمئنان قلبه بالإيمان ليتخلص من الإكراه، هذا رخصة من الله عز وجل، رخصة من الله عز وجل. وفعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة. نعم، وفعل الرخصة عند الحاجة إليها أفضل من فعل العزيمة. نعم.